عليكم ورحمة الله وبركاته. وين ما كنت وين ما كنت، تحية مقدسية من القدس متابعيني. طبعا إلي أسبوع مش منزل ولا فيديو. تتذكروا البسة اللي أطلعناها من الحريق بعد ما عالجناها؟ عين ضربت، يعني عرضناها على بيطري ما زبطت. العين الثانية بتشوف فيها، صارت البسة تأكل وتشرب عادي. كانت من الأول كل تمها حرق، ما كانتش تأكل وتشرب منيح. جسمها كان كله عليه زي بلاستيك دايب. نظفنا الظهر تمام، وعدا عن هيك بدي افرجيكم البسة عن قرب. شايفين كيف؟ فاحنا ما بدناش نبين وجهها، بس ظاهرها، لانه الوجه شوي حالته صعبة. فاحنا بدنا نطلق صراحة، فجهزنا لها مثلا برا تراب، اكل، مي، راح تضل حوالين المزرعة. البسة بتحاول كثير، بدها تشرد، لانها هي شايفين البسة كثير بتحاول تشرد. المهم احنا خليك ثابت. المهم هذا كله كان حرق، ضايل هون اشي خفيف تعالجت عليه، فاهمين كيف؟ اعطانا ابر المضاد. انا بدي اجرب اطلق صراحة اشوف وين بدها تروح. انا متأكد راح تضل حوالين المزرعة. راح تضل حوالين المزرعة. بس شوي شرسة شرسة، مش متعودة على الحشر هيك. وانا حرام دمت وهي بتاكل وبتشرب لحالها، بتقدر تشوف، حرام اضل اسرها. فكنت مضطر اني اطلق صراحة. كل شيء تمام، العين لا يمكن انه تخلع لها اياها وتركب لها بلاستيك، مستحيلة هاي. العين عندها سكرت يعني من الحرق، ضربت عين مفتحة، حطينا لها قطرات الاكسولين، هاي قطرات العيون، ابر مضاد اخذت، دهناها دواء، نظفناها منيح من البلاستيك اللي كان دايب عليها، صارت تمام. تعالي متردش ولا حدا لسه. تعال هي راح تضل حوالين المزرعة، بس احنا حطينا مي واكل وشرب برا، كل شيء تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.